مصطفى ابو زيد رئيس مصلحه الميكانيكا والكهرباء في وزاره الموارد المائيه والري. انا بهني جريده الجمهوريه وموقع جريده الجمهوريه بالتطوير الجديد، وجريده الجمهوريه مش جديد عليها لانها من دايما تقود القافله في مصر في العمل الصحفي والعمل الصحفي والعمل الخدمي. وزي ما كانت الجمهوريه في الجريده الورقيه بتقود ولها قامات كبيره جدا، ان شاء الله انا شايف برضو ان كل الموقع الالكتروني برضو والتحديث بتاعه ده شيء جيد جدا، وان الجمهوريه تكون يعني تقود القافله في التطوير والتحديث زي الصحف الاجنبيه وزي المواقع الالكترونيه الاجنبيه كلها. فمش جديد على جريده الجمهوريه ولا على العاملين فيها والصحفيين اللي فيها انها تقود ده ويكون شيء جديد في مصر. بهنيهم وان شاء الله دايما ويكون الموقع مواكب للعصر ودايما الاخبار فيه زي ما بيقولوا كده اول باول. وشكرا لكم ومبروك لكم جميعا.